النهار شعلت السبسي بحاله هكا في الخلا هكا شعلت السبسي نسقت السقطه خاي وهي كتجي معقنيه قد قد قسمتها ما بين جوج النص الاول هرب والنص التالي طاح في الارض مشيت انا كنسبق الزيت هذاك النص التالي غسلته درته في الكوكوت بدات الكوكوت كتصفر حليت الطاوه هو كيجي هذاك النص ديال القنيه كيتلاصق مع اخوه وكيع تلاصق مع قنيه هرب خلى لي غير المرقه اما كليسها ما هو واحد النهار هي تاع عاوتاني دي واقعي كنت جاي من الدار البيضاء في الساتيه ساتيه يا جاي في الساتيه يلا خرجنا من الدار البيضاء وقفنا في سلا وهو اخويا كنقول لك هذاك الساتيه فرانا الكار غادي ب 120 فرانا الكار هذاك غادي ب 120 فرانا عباد الله الشيفور كيزرع بروميان والرويد كيدورو في الخيار في الخوا كيكسيري دوزيام طروازيام والو هاو كنزل نزلو الناس كاملين ايوا ايوا نزلت انايا في التالي درتها اخويا في هذاك الساتيام كنلقى شكون قابض هذاك الساتيام شكون انا موسى مكالية ديال موسى ايوا 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 قال لي هذاك الساتيام واقف يا لطيف يا لطيف واحد النهار عندي 4 د المليون 4 شريت طوموبيله جديده قرطاو يا كطير عرفتي شنو كتقبض في السرعه 210 واو واو هي ما عندهاش الروايد ما عندهاش الموتور ما عندهاش فولا بلاكا والو كارطيرات والو غادي غير وعامره وهي كتجبال كليماتيزور فيها ولا لا فيها الرياحات فيها كل الرياحة الرويد ما كاينش هادي واحد النهار كان البرد والعجاجة كان البرد والعجاجة وهي كتجي واحد العاصفة د البرد البارابولات السطوحة بقاو غير طايرين وانا لابس كاسكيت داير ب 1500 درهم اي لابس هذاك الكاسكيت وكيطيرو لي البرد طيروا لي البرد وبقى يتابع هذاك الكاسكيت هو في السما وانا في الارض فين قبضت هذاك الكاسكيت اخا يجي هو قبضتو في الدور هذا مكناس حدا واحد قبضتو تما اي واي ناريتي نايد بن سودا نايد بن سودا وقفت في الباب شعلت واحد الجوان كنسرح عيني بن سودا سرحت عيني كتبان لي ناموسه كتكسل في الجبل يا وديك الناموسه قبضتها وتبعتها بن سودا حتى الجبل قبضتها وسلختها وحيت لها الجلد ديالها وديتها لعند الخياط فصل لي كيطمه بجلد الناموس واو واو اللحم ديالها كنقول لك صوبت اللحم ديال راس الناموس صوبته بالحم والصوصيط والصوصيط الصوصيط توا الهبره الرجل التاليه ديال الناموسه صوبتها صوصيط واو واو والرجل الاخرى فورتها بصحتك اخي والوسط صوبت ديال امه مع الحمص والهرقمه جواع جواع ابونوا فلاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.